صدق الله العظيم. ليلي يا بنتي، شو قررتي؟ طالما أنه نوري خطبني من أبي وأبي وافق عليه، فمعناته أنا كمان. عين العقل، ما شاء الله حولك، حوطتك بآيات الله، يخزي العين حولك. يعني قراري صح؟ كل الصح. اسمعي يا بنتي، لازم تعرفي إنه نوري خطبك من أبوكي، وأبوكي وافق. وهلأ من كم يوم أبوكي بعت لك مباركة الزواج إذا أنت وافقتي. بعت لك هاي الإسوارة مباركة، وهي أغلى إسوارة كان هداني إياها، ولفها بهالمحرمة اللي أنا طرست له إياها. الله يخليني إياكم. يا لطيف، شو بنت حلال؟ ليش؟ كنت عم تفكر فيني؟ اه؟ شو؟ قولا، ما فيها شيء. أو ممكن تكون عم تفكر هيك بينك وبين حالك وتقول هدول الجماعة اللي عندهم حساب وما دفعوا لي. لا الله يسامحك، ليش هيك عم تحكي يا خانم؟ يعني أنا مالي هيك. هو للصراحة أنا جاي لحتى حاسبك، يعني الحساب هو اللي جابني. شو؟ يعني لو ما في حساب بيناتنا ما بتجي؟ الحساب ذمة، ولازم البني آدم يبري ذمته. والله أنا برأيي تخليني بذمتك هلأ وبعدين. وليش بقى؟ مشان ضل بذمتك وتضلي تجي لعندي. أي لا تخاف من هاي الناحية، لأنه رح يضل لك بزنتي حساب أكبر بكتير من المصاري وأهم من كل مال الدنيا. يعني رح تضلي تجي؟